سوق العمل الكويتية، وهذا مشاهدينا الكرام ما سوف نسلط عليه الضوء بحلقة الليلة حول مبنى كلية الدراسات التجارية. دكتور أحمد، انطلاقا من قناعة الدولة بأهمية التعليم الفني والمهني، حاجة ماسة في أن يكون عندنا خريجين قادرين على العمل في المجالات التجارية. لما قاعدين نتكلم عن وزارة التجارة ثم وزارة المالية ثم ظهور البنوك ثم تقدم مؤسسات الدولة في الأعمال الإدارية والمالية، أصبح هناك حاجة إلى ناس متخصصين في هذا المجال. ومن هذه الكليات كلية الدراسات التجارية اللي هي خلينا نقول تبلورت فكرة المعهد التجاري إلى أن تأسست بشكل كلية ما يسمى بكلية أبو سنتين، يعني الدراسة لمدة سنتين، نظراً لحاجة سوق العمل الآن إلى خريجين من اللي هم من حملة الدبلوم اللي نقدر نقول العمالة اللي قادرة على التعامل مع الأعمال الإدارية والتجارية والقانونية وأيضاً التقنية البسيطة اللي محتاجها سوق العمل الكويتي. من الطبيعي في أي مؤسسة هنالك درجات إدارية، واللي احنا نتميز فيه ككلية دراسات تجارية ان احنا نخرج طلبة الدبلوم. طالب الدبلوم مرغوب في قطاع سوق العمل لانه يكون اكثر فني، واغلب الاعمال والمؤسسات والمنشآت سواء حكومية او قطاع خاص تعتمد او جل اساس عملها على العمالة اللي تكون فنية والعمالة اللي تكون تطبيقية او الدبلوم، فهذا الاساس سبب رئيسي لاختيارهم لمثل هذه العمالة. كلية الدراسات التجارية تعتبر من المشاريع الحضارية وواحدة من المشروعات في التعليم العالي المنجزة في البلاد من ناحية الأعمال العمرانية والإنشائية والهندسية، وعدد من القاعات والكليات والمختبرات والمكتبات والملاعب الرياضية. بأن تكون هناك رؤية كويت جديدة 2035، هل من رؤى أو رؤية محددة من قبل كلية الدراسات التجارية بما يتوافق مع الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو؟ الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو حفظه الله فيما يتعلق في رؤية الكويت 2035 العمل على تخريج دفعة من أبنائنا اللي قادرين على التعامل مع المتغيرات الجديدة اللي قاعدة تصير. يعني كثير من المقررات أصبحت قديمة وكانت موجودة بالسابق، كان متطلبات العمل ومتطلبات السوق العالمي ومتطلبات التنمية في وقتها. الآن الوضع اختلف، يعني على سبيل المثال في مقررات يسمونها مثلا International Business أو الإدارة الدولية، هذه أصبحت مهمة جدا. عندنا مفاهيم متعلقة في عالم المعرفة اللي هو knowledge management أو إدارة المعرفة. الآن كل ما تكون المعلومات متوفرة كل ما قدرت تتخذ قرارات هامة وضرورية سواء على مستوى التسويق على مستوى الإدارة على مستوى العمليات، فأصبحت مقررات. كذلك لو تلاحظ أن هناك توجه حتى من الدولة حسب رؤية 2035 أن نبي الشاب الكويتي يفتح عمل ويشتغل ويجتهد ويصير له مكسب مالي بالإضافة إلى عمله اللي هو من خلال المشاريع الصغيرة ما تسمى ريادة الأعمال. فهذه لما مو فقط تصير مقررات في كلية جديدة إنما يجب توظيفها مع الطلبة، بناء شخصية الطالب بشكل توافقي وفرق عمل قادر على ريادة الأعمال. فبناء على هذه الرؤية نعم، زائد إن إحنا ننظر إلى الطالب، نبي الطالب يعني من الخريجة واحدة من الرسالة مالتنا أنه يكون منتج ما يسمى بالبرودكتيف، زائد أن ديناميك متنوع ومتغير. ترى إحنا لما نضمن هذا في مناهجنا الدراسية الطالب تلقائيا لما يتخرج يكون قادر على أنه يتعامل. زائد إحنا كمان من الأمور اللي أنا أركز عليها كمان من خلال لجان المناهج عندنا في الكلية التركيز على العلاقات العامة، تركيز على أن الخريج قادر على التعامل مع الآخرين،
قادر على التعامل مع الجمهور. نلاحظ ان احنا في كل مؤسسات الدوله نجد ابنائنا يشتغلون. يا ترى هل هذا الموظف اللي هو خريج كليه دراسات تجاريه قادر على التعامل مع الجمهور، مع المراجعين، يقدر يسوق السلعه مالته، يقدر يسوق الخدمه مالته؟ واحنا كلنا نقول ودنا الموظفين الموجودين في الدوله يتعاملون معانا كانك قاعد تتعامل مع قطاع خاص، فلماذا لا ينتقل هذا؟ فهذه كلها رؤية احنا نراها من خلال تصميم مناهجنا وتطويرها بما يحقق الأهداف الإنتاجية، الديمومة، التواصل، والقدرة على الاستمرارية والعطاء. اليوم الكويت تتميز انها تمتلك صندوق بقيمة 2 مليار دينار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذا كله بدعم من صاحب السمو، وأصبح اليوم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة جزء مهم من الاقتصاد الوطني، وهذا لاحظناه حتى في خطاب صاحب السمو آخر مرة في شهر رمضان، تكلم عن أهمية دعم المشاريع الصغيرة. ولعل موضوع المشاريع الصغيرة في العالم كله اليوم أنت تتكلم عن هذا القطاع لأنه يجيب لك دخل متنوع، يوقفك عن الاعتماد على النفط. لما تصير عندك مشاريع اقتصادية معناته أنت خلقت شخصيات تجارية، معناته جبت منتجات، معناته خلقت اقتصاد، معناته ممكن تصدر، معناته ممكن تنمو في المنطقة، معناته ممكن تفتح مشاريع خارج، معناته تعطي فرص عمل جديدة للمواطنين. المشروع لما يكبر في النهاية راح يوظف، ولما يوظف راح يوظف مواطنين وأجانب، فأنت قاعد تخلق فرص عمل، قاعد تنوع مصادر الدخل، ممكن تصدر مثل ما قلنا وهكذا. لذلك عملية المشروعات الصغيرة مو بس عملية أن واحد يقوم يسوي التجارة، أغلب الأخطاء اللي يقع فيها التجار أو أصحاب المشاريع الصغيرة هي معلوماتية، خطأ بالفهم، استعجال في اتخاذ قرار، عدم معرفة السوق عدل. فإحنا نهيئة من البداية نقول له تعال أنت يا طالب تبي تفتح مشروع، ونشجع أنه يفتح مشروع، ترى ما هي صعبة، ترى التجارة 9 أعشار رزق في التجارة، ترى التجارة شيء سهل. اليوم أصبح العمل تراخيص صارت إلكترونية، ب3 أيام تطلع التراخيص. تخصص قانون داخل الكلية التجاري يدرس بشكل عام الموظف المدني داخل الوزارات، يعني ما راح يعني في جنائي فيها ندرس جنائي، بس راح نكمل عليها إذا بقيت أكمل بكالوريوس، بس بشكل عام أدرس أنا الموظف المدني. طبعا اخترت هذه الكلية عشان ما يكون اقتصادي بس كله على الوظيفة، شلون يعني أنا كنت بتعلم شلون أفتح لي مشروع إضافي أحقق منه مدخول غير الوظيفة، ما يكون اعتمادي الكامل على الوظيفة. تخصص إدارة تخصص يعني يحتاجونه أغلب المؤسسات والشركات يعني على مستوى الدولة، وتخصص مهم. المناهج اللي تدرس في قسم الإدارة لها أثر كبير يعني أو تأثير كبير على الطالب، يعني تعطيه خبرة. تسعى كلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على خلق وظائف ومهن تجعل من أن تكون هناك عمالة وطنية متميزة في مختلف التخصصات والتي يحتاجها البلاد لتوظيفها من خلال رؤية كويت جديدة 2035. اللي خلاني أحب المادة وأحول لها بعد ما سمعت من رفيجاتي ان التخصص حيل حلو وسهل، وانه يقدر يفتح لي مجالات وايد بالتخصص هذا، حتى لو خلص من هني اقدر ادخل جامعة كيلو. فيما يتعلق في المتقدمين لكلية دراسات تجارية، فانا اقول بان للطلبة اللي راغبين في الالتحاق في كلية دراسات تجارية، فأنا أقول إن أكو ما يسمى بالفرص، بفرص العمل، فرص الدراسة وفرص العمل. إيش فرص الدراسة؟ فرص الدراسة إن أنت تنتمي إلى قسم، يعني في بعض الأقسام الخريج مطلوب على طول، يعني تجد حتى في مؤسسات نفطية، يعني أنا عندي بعض الطلبة تخرجوا من قسم المحاسبة أخذهم البنك بشكل مباشر، بعد ما خدم في البنك وخذ خبره 3-4 سنوات انتقل الى وزاره النفط، بعدها انتقل الى مؤسسه نفطيه هامه جدا اللي هي الايكويت،
وأصبح تكنيكال أكاونتنت، والآن تطور إلى مدير حسابات، لأنه كان ملتزم في الدراسة وكان معطاء وكان حاب هذا التخصص وأبدع فيه. فقامت الجهات هذه حتى يعني أصبح هو سلعة. واللي صادف إنه ما كان يبون بكالوريوس، يبون هؤلاء اللي هم خريجين الدبلوم، خاصة المتميز. فرص التميز، أنا ما أدش إلى كلية بس عشان آخذ دبلوم، أدش عشان أتميز. التميز هذا يساعدني على الحصول على فرص وظيفية، ويساعدني على الحصول على دراسة تكملة الدراسة. وإحنا أيضا مجلس الجامعات الخاصة مو مقصر، قاعد يعطي منح، قاعد يعطي بعثات دراسية لخريجين الدبلوم اللي يجيب 3 نقاط أو حتى أقل قد في بعض الأحيان. فعلى طول يخلص الدبلوم يكمل في جامعات اللي هي داخل الكويت.